أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، متابعي اليوم السابع في كل مكان، أهلا بحضراتكم جميعا من محافظة الإسماعيلية. وطبعا محافظة الإسماعيلية تشتهر بالمانجا وتشتهر بمزارع المانجا وأشجار المانجا فيها. يسعدنا أن نلتقي مع أحد بائعي المانجا على طريق الإسماعيلية بورسعيد. طبعا جميع الطريق كله بيقدم خدماته لزوار الإسماعيلية، سواء القادمين من القاهرة إلى بورسعيد أو القادمين من بورسعيد إلى القاهرة لبيع المانجا طبعا من الجناين على طول، مانجا طازة. هنتعرف على أسعار المانجا وأنواع المانجا من نتعرف على حضرتك؟ معلم ناصر أبو النور. يا عم ناصر، عايزك تعرفنا انواع المانجا ايه واسعارها ايه. حضرتك جميع الاصناف بتبقى موجوده هنا في اسماعيليه. عندنا السكر الابيض ده عامل 15 سكر نضيف ساط على ابوه، وعندنا زبده برضو لسه جايه من جنينه حاجه حلوه، من 12 ل 13 جنيه الحاجه الحلوه. وفي سكر اخضر حضرتك يعني شبه العويسي عامل 17 جنيه. تمام. وفي نعومي عامله 25 جنيه. تمام. صارت المانجا من عامة عاملة 25 جنيه. في تيمور حضرتك، تيمور حاجة نظيفة دي عاملة 20 جنيه. تمام. في عويسي عامل 35 جنيه. عويسي أصلي. وفي فص عامل 50 جنيه. في فص عويسي عامل 50 جنيه حضرتك. فجميع الأصناف ديت بتبقى موجودة في إسماعيلية، دي بلد المانجا، بتشتهر بالإسماعيلية، بتشتهر بالمانجا، مدينة محافظة الإسماعيلية بتشتهر بالمانجا، الحاجة النظيفة بتيجي. أنا شايف إن أنت بتجيب من المزرعة من ورا أهو وبتبيع. الجنينة إيه لو حضرتك تبص برضو الجنينة إيه بتاعتنا حضرتك، بنجيب من الجنينة حاجة نظيفة صوت على أبوه. ساعة بساعة كده بنبيع الحاجة، واخد بال حضرتك، ونجيب على طول الجنينة وماشي الحمد لله يعني. انت شايف السنة دي أسعار المانجا مريحة عن السنة اللي فاتت؟ لا مريحة كتير. السنة اللي فاتت كان السكري عامل جملته 24 جنيه و 27 جنيه. ايه السبب؟ السبب كان قلة المحصول في الشجر. لكن المحصول بسم الله ما شاء الله السنة دي جميل، فنطلع يعني مطارح السنة دي وربنا رزق الكل. في أوقات بعد أوقات السنة اللي فاتت كانت الجناين مش شايلة خالص، يعني بعض الجناين بال 20 فدان وال 15 فدان بيبقى مش شايل خالص، يعني بتبقى فاضية. دلوقتي الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه طرح البركة في الجناين كلها، والجناين كلها طرحت. ايه هو الاقبال؟ يعني انا عايز اعرف زائر الاسماعيليه بيفضل ايه في انواع المانجا وليه؟ تفضيل الانواع المانجا كان مثلا محافظه بورسعيد، محافظه دمياط، محافظه القاهره، بيجوا مخصوص عشان ياخدوا المانجا من هنا حضرتك، اللي هو جميع الاصناف الحلوه الجميله بالفص اول حاجه، وبعد كده العويسي، وبعد كده الهندي، وبعد كده الالفونس. دول اجود اربع اصناف الموجودين دلوقتي حاليا في اسماعيليه، اللي هم ايه ليهم اقبال جدا اللي هم يجي يشتروها يعني. اما بالنسبه للسكر والحاجات دي بتبقى حاجات شعبيه برضه، هم بياكلوها كده للبني ادم اللي هو ايه بيفضل ان هو ياكلها يعني او بيستطعمها فبيجي ياخدها. اما بالنسبه للزبده دي، فالزبده دي عصير وتخزين. حضرتك عصير وتخزين بيخزنوها طول الشتاء عشان ايه يعصروا منها وكده في طول الشتاء. شكرا. شكرا.